السلام عليكم ورحمة الله، تحية طيبة للإخوة والأخوات، تحية طيبة لجميع المناضلين والمناضلات داخل المغرب وخارج المغرب، وتحية خاصة لجميع المشاركين في القناة. الموضوع اللي كشفته جون أفريك، هذا الخبر ما غاديش تلقاوه في شي مجلة مغربية، ما غتلقاوش شي صحافي مغربي غادي يهضر عليه، ما غتلقاوش شي صحيفة مغربية غادي تهضر عليه. علاش؟ لأن الصحافة المغربية كلها متواطئة، كلها كتخلص من عند المخابرات، كتخلص من عند النظام باش تغطي واحد المواضيع وباش تخبي مواضيع أخرى. ومن بين المواضيع السرية مثلا اللي مخبياها الصحافة المغربية واللي ما كيقدروش يهضروا عليها، وهي هاد الصفقة لوزير اللي من المفروض انه يكون وزير، كيف ما كنعرفوا ان الوزراء في الدول المتقدمه ملي كيتقلدوا المهام ديال الوزاره، يعني يتخلون عن التجاره وكيتخلوا على البيزنس، كيكتبوا في سميه ولادهم، المهم كيجيبوا ناس اخرين كيسيروا لهم البيزنس ديالهم، ولكن هما كيوليو كيهتموا ب يعني بالصالح العام، يعني بالمصالح ديال الدولة، المصالح ديال الشعب. لان ملي كنقولوا وزير راه خصو يخدم مصالح الشعب، ماشي يخدم مصالح مثلا النظام، ولا يخدم مصالح الملك، ولا يخدم مصالح راسو، ولا يخدم مصالح عائلته. المهمة ديال الوزير وهي خدمة مصالح الوطن، خدمة مصالح الشعب المغربي، هذه هي المهمة الأولى عند وزير، واللي هو يعتبر وزير محضر الوزارات التي عندها أهمية كبرى، وهي الوزارة ديال التجارة والصناعة. وكيف ما كنعرفوا هذا الأستاذ، هذا وزير التجارة والصناعة اللي الاسم ديالو مولاي حفيظ العالمي، مولاي سمعتوا هاد مولاي حفيظ العالمي، اللي يا سيدي كتقول جون أفريك ريفيل اون اكسكلوزيفيتي دي ديتاي دو لا ترانسفورماسيون دي جروب دو مولاي حفيظ العالمي سهام كي سيرون انونسي سو جودي اون ايفولوسيون هيستوريك ابري 8 ans دو بريزونس سور لو كونتينون. يعني هاد السيد هاد الوزير ديالنا، هاد الوزير الوسيم اللي هو عطاوه ديك الخدمه، غير شد هاد الوزاره باش كيخدم بمصالح الخاصه ديالو. كيف ما كنعرفوا هاد السيد هذا عنده شركات يعني كثيره جدا، ومن بين الشركات الميدان اللي كيسيطر عليه في المغرب هو الميدان ديال التامينات، ديال لي زاسورونس في المغرب، اللي شركه سهام جروب اللي نورمالمون ما كاينش غير في المغرب، يعني كاينه في جميع الدول الافريقيه. والخبر اشنو تيقول؟ ان هاد السيد هاد الوزير هذا باع هاد الشركه ديالو، باعها لواحد الشركه افريقيه اللي هي سان لام، اوكي، باعها لشركه ديال جنوب افريقيا اللي هي شركه سان لام. ولكن عرفتوا بشحال باعها؟ عتعرفوا بشحال باعها؟ غادي نتصدموا، باعها بمليار دولار، مليار، 1 بليون دولار، باش باع الشير ديالو، باش باع الحصه ديالو في الشركه. ورغم هذا الشيء غادي يبقى يستافد من 53% من الارباح. هو ما باعش، يعني هو خدم مثلا مليون دولار، خدم مليون دولار عطاته ليه باش الشركه ماشي هو اللي غيبقى لك يبقى يقوم بالتسيير وداك الشيء، ولكن باع يعني الحصه ديالو بمليار دولار، باع لواحد الشركه افريقيه. ولكن رغم داك الشيء غادي يبقى ياخذ كنظن 46% من الارباح اللي غادي تبقى تدخلها الشركه. يعني هذا وزير اللي من المهمه ديالو انه يخدم المصالح ديال الوطن والمصالح ديال المغاربه. تيقول لك السيدي cette acquisition d'un montant de 1,5 milliard de dollars a nécessité un an de négociations entièrement menées par les équipes de Saham Group à la manœuvre Nadia Ftah, directrice générale de Saham Finance, la filiale qui regroupe les activités d'assurance, d'assistance et de crédit à la consommation du groupe, et Raymond Farhat, conseiller du fondateur de Saham. مولاي حفيظ العالمي اوجوردي ان مينيستر دو كوميرس اي دو لاندستري.
ان مينيستر ديال الكوميرس ولا اندستري على من؟ واش على المغاربه ولا على المصالح ديالك؟ دابا هذا يعني نورمالمون راه لان الانسان ملي كتعطيه مثلا واحد المهمه، مثلا هذا وزير التجاره والصناعه، اوكي، وهو عنده بيزنس، يعني راه ما غيبقاش، يعني غتولي المهمه ديالو ما كتركزش مثلا على خدمه الوطن ولا خدمه الشعب، ولكن غادي تركز على خدمه المصالح الخاصه ديالو. هادشي علاش مثلا ان في الدول المتقدمه الانسان ملي كياخذ شي مهمه داخل الدوله خصو ما يبقاش يهتم بالمصالح ديالو، يعني خصو عنده اختيار، يا اما ما يدخلش للحكومه، ولا لا بغى يدخل للحكومه ما خصو يبقى خصو يخوي البيزنس، اوكي، لان كتولي تضارب مصالح، لان كتولي هنايا ما كد انسان كيبقى يستعمل يعني البوفوار ديالو، كيبقى يستعمل الوجود ديالو، كيبقى يستعمل مثلا المعرفه ديالو لصالح الشركه الخاصه ديالو، لان هذه يعني اسرار ديال الدوله، اسرار ديال الوطن، ملي غادي تبقى مثلا تشارك الاسرار ديال الدوله، الاسرار ديال الوطن، الاسرار ديال الشعب مع واحد الشركه ديالك، غادي تولي مثلا كتعرف الاسرار ديال الدوله، كتعرف الاسرار ديال الشعب، غادي تبقى تخدم الشركه، غادي تبقى تخلي الشركه ديال تربح على حسب المعطيات اللي انت كتعرف على المغاربه، اللي كتعرف على الشعب، اوكي، هنا في كتبان تضارب المصالح. وهذا الشيء علاش مثلا بحال هاد الناس خصهم مثلا هاد الشيء علاش كنقولوا ان النظام المغربي خصو يمشي في حاله، لانه كيخدم هاد الالاعب هادو. والمشكل اللي كاين دابا هنا في المقال تيقول كسيدي ان هاد العمليه هذه، هاد الصفقه هذه غاديه ترجع العلاقات ما بين الرباط وبريتوريا. علاش؟ لان مثلا كنعرفوا ان افريقيا يعني ذاكره للمغرب على تنقل السفن التي تنقل الفوسفات من الصحراء الغربيه الى نيوزيلندا واستراليا، وداك الشيء يعني واقفه لهم في الجوف. كيفاش غيتخلصوا منها؟ لان كنعرفوا ان هناك كاين فساد كذلك في دوله جنوب افريقيا، يعني قالوا لهم دابا المغاربه واتفقوا دوك الشفاره ديال المغرب الكبار، دابا اتفقوا انهم ضحاوا بهاد الشركه، هاد خانه مولاي حفظ العالمي ضحى بهاد الشركه، ولكنه عارف غيربح كثار من داك الشيء اللي غيربح، لان ملي غتعلق ملي غتصلح العلاقات من بين جنوب افريقيا والمغرب غيبقى يدوز الفوسفات. يعني هاد الشيء مثلا الشركه يقدر يدير مثلا جوج شركات ثلاثه شركات وما خسرش لانه يعني صفقه العمر. هذه واحد الانسان اللي كيدير صفقه العمر، اللي باع واحد الشركه بمليون فاصله جوج دولار ومازال غيبقى ياخذ تقريبا اكثر من النصف، يعني تقريبا النصف من الارباح، غيبقى ياخذ 46% من الارباح غادي تبقى ترجع ليه، يعني ربحي الا ما خسر والو. شنو تيقول لك؟ اشنو كتقول سيدي هنا؟ تتقول لك سميتها هاد جون افريك، كتقول لك ان باساج دو فلامبو سامبوليك سولون نو سورس كي سينيفي كو سي لوي كو سرا بورتي ا لا تيت دو سو فون كي انفيستيرا دون لي سيكتور دافونير. Le fonds sera vraisemblablement tourné en partie vers le digital après l'annonce de Moulay Mohamed il y a un mois de la création d'une digital factory au sein de Saham Assurance. Voilà, Hantouma, la touche de Moulay Mohamed Al-Alami, tourne à Saham Assurance, annonce la transformation du groupe au fonds d'investissement lors d'une conférence de presse à Casablanca. الانفستمون بغي سامبل، ورغم انتم كتقولوا يعني هو غادي يدير واحد ندوه صحفيه وكذا، ولكن ها هي دازت ندوه صحفيه، ولكن حتى شي واحد مثلا ما شفناش مثلا شي جريده صحفيه مثلا خرجت اليوم هضرات على هذا الحدث هذا. ان علاش؟ لان الصحافه في المغرب كنعرفوا كلها دكاكين، يعني عباره عن دكاكين، لا احزاب ولا صحافه ولا كذا، وكلها تابع، لان كنعرفوا الصحافه مثلا هي بيزنس، ومادام انها بيزنس كتكون تابعه مثلا لوزاره الصناعه والفلاحه، وهاد الخينا هذا سميتو وزاره الصناعه والاقتصاد والصناعه، يعني ستان بيزنس، صحف ستان بيزنس، يعني الى مثلا شي صحفي مثلا غينوض غادي يهضر على هذا الحدث هذا، يقدر العام الجاي مثلا ما يعطوش الرخصه ولا يديروا ليه العصا في الرويضه ويقولوا ليه كذا وكذا وكذا وكذا. وهنايا هانتوما كتزيدوا على القضيه ديال هذا، هذه نزيدوا على القضيه ديال
أخ نوش اللي دخل 700 مليون دولار في سنة 2018، يعني من أغنى المغاربة في 2018، اللي ما عرفناش علاش أنهم كيقولوا أن الأوضاع في المغرب الاقتصادية متدهورة وأن الأمطار التساقطات ما كتسقطش، وان هذاك وزير التخطيط تيقول لهم اودي راه خصنا 16 درهم راه هي اللي كافيه للمغاربه، وحده كتقول لك 12 درهم وكذا هذه. ولكن كنشوفوا شي مغاربه اخرين اللي كيدخلوا الملاير، هذا دخل مليار دولار في هذا العام في هذه الصفقه، هذه دخل مليار فاصلة جوج دولار، يعني مليار عشان هي مليار بالبز اكثر من اللي دخل اخ النوش. ولكن حتى واحد ما هضر على هذه القضيه، هذا هو الفساد الاعظم، لان ملي كيولوا رجال الدوله يغتنون وكتولي مثلا الشعب يزداد فقرا ويزداد فقرا، هنا فين كيبان الخلل ديال النظام، هنا فين كيبان الخلل ديال الاجهزه اللي كتسير الشعب، هنا فين كيبان هاد الناس هادو لا يعترفون بالفقر، لا يعترفون بالجوع، لا يعترفون بالامنيه، لا يعترفون بالجهل. حتى ان واحد المقال اخر غادي نلقاه لكم بالزربه، واحد المقال تيقول سيدي ان المغرب يعني المشاكل اللي خارجة عليه وهي هي سميتها هو التعليم، يعني قلة التعليم في المغرب هو سبب الفقر في المغرب. اخ نوش دريش استماني مراكو فيش اغنور اوكيبيشن ومن جرادا. كاين واحد المقال تيقول سيدي ان التعليم في المغرب هو سبب الفقر، هو خصني نلقاه ليكم، عاد قريته ولكن ما عرفتش فين هو. ان منظمه دوليه ما عرفتش من سميتو قالت لك سيدي ان سبب الفقر في المغرب وهو التعليم. وكيف ما قلت لكم فيديو اخر ان هذه القضيه ديال ان التعليم كان ممنهج، يعني كان طارئ، يعني هو يعني شي حاجه اللي هما داروها، واش فهمتي؟ يعني هما بغا يقضوا على التعليم، هما بغا يكلخوا بنادم. How education crisis is hurting Morocco's poor. ها هو شتو؟ ها هو ديال من كاتبه الجزيره. ها هو قال لك اسيدي هذه الجزيره، ها هي الجزيره بالانجليزيه، كاتبه لكم اسيدي ان التعليم هو اللي يساهم في الفقر. يعني وبهذه القضيه ديال انهم غادي يخرجوا التعليم يعني من مجانيه التعليم، عاد غادي يزيدوا يخرجوا يعني افواجا وافواجا من الجهلاء في المغرب ومن الاميين. يعني هذه القضيه هذه ما كافيه والو، هذا الشيء الوضعيه اللي كيعيشها المغرب دابا ما كافيه والو، ولكن انهم هذا الشيء هذا ديال مجانيه التعليم غادي تزيد تكلخ بنادم اكثر واكثر. وهنايا واحد الميدل ايست اي كتقول واحد الخبر تقول ان هاد المشاريع الكبرى اللي كيقوم بها المغرب في مجال الطاقه يعني غير 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 يعني غير كيحاولوا يغطيو بها على المشعل على الخواضات اللي كيديروا، يعني كيحاولوا مثلا ياخذوا مثلا كريديات من البنك الدولي وتيبغيو كيبنوا واحد المشروع اللي شي شويه باين فهمتي ما كاينش مثلا في العالم، باش يبينوا القرض الدولي باش يبينوا الناس اللي كيسلفوهم ها انتم شنو حنا درنا حنا هادي. وكاين واحد السيده مثلا ديال البنك الدولي كتقول في واحد القرار ان الكريديات اللي عطينا للمغرب من 2014 حتى 2018 يعني كلها مشات لتسويه الاوضاع، يعني الماء الصالح للشرب باش يكون الماء الصالح للشرب متوفر لجميع المغاربه، الصحه متوفره لجميع المغاربه، والتعليم متوفر لجميع المغاربه. هذه المسؤوله ديال البنك الدولي هي اللي قالت هذه الهضره، قالت ان القروض اللي تعطات ما بين 2014 و2018 كلها مشات في هذا المسار هذا، وهي جوده المياه الصالحه للشرب، جوده الصحه وجوده التعليم. ولكن اجيتوا الارض الواقع حتى شي حاجه ما كاينه من هذا الشيء اللي كاين، وهو الاغتناء الفاشح، الاغتناء البشع، الاغتناء اللامشروع ديال واحد الشرذمه من المغاربه من اللصوص التابعين للنظام. وهذا هو الاخر، ولكم النظر في كل شيء، والسلام عليكم وتبارك الله عليكم.